بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 18. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس شرح أحاديث الصيام للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني. هذه الدروس من كتاب المنتقى. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا رخص لأصحاب الأعذار في الإفطار في نهار رمضان، وأنهم يقضون ما أفطروه، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالقضاء يكون متتابعا، هذا أفضل إذا أمكن، أو يكون مفرقا، وأيضا يكون يبادر به بعد رمضان أو يؤخر إلى ألا يبقى على رمضان الجديد إلا عدد الأيام التي عليه من رمضان الماضي، حينئذ يجب عليه القضاء. هذا ما ترجم له الشيخ رحمه الله بناء على ما يأتي من الأحاديث. نعم. ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. لأن الله سبحانه وتعالى رخص لأصحاب الأعذار في أن يفطروا في رمضان، وأوجب عليهم القضاء، ولم ينص على أن القضاء يكون متتابعا أو مفرقا، فأدل هذا على جوازه متتابعا أو متفرقا، والحمد لله. نعم. قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. هذا من المعلقات. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن القضاء لا بأس أن يكون متتابعا وأن يكون متفرقا، لأن الله جل وعلا رخص الإفطار وأمر بالقضاء ولم ينص على أن يكون متتابعا، فدل على التخيير بين التتابع وبين التفرق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات، رواه الدارقطني. نعم، هذا الحديث يدل على أنه في الآية متتابعات، لكن تقول عائشة سقطت، يعني سقطت، ما أدري هل معنى سقطت يعني نسيت، أو أن سقطت يعني نسخت، وهذا هو الأقرب. إن صحت هذه الرواية فإنها يدل على نسخها، لأن قضى رمضان مخير، إن شاء تابعه وإن شاء فرقه، ولا سيما إذا كان له ما يبرر تفريقه لنظرا لحالته، فالأمر واسع في هذا والحمد لله. نعم. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. نعم، هذا فيه أن من مات وعليه صيام من رمضان أنه يطعم عنه بدل الصيام ولا يقضى عنه، لكن سيأتي في الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا يدل على أنه يصام عنه بالنيابة، والإطعام إذا لم يمكن النيابة في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، جمع نية القضاء مع نية يوم عرفة هل هو صحيح؟ هذا لا أصل له. يوم عرفة سنة، صيام يوم عرفة سنة مستقلة، ولا الإنسان يدخل هذا في هذا، فعليه أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم يوم عرفة إذا جاء. نعم شيخ صالح، يعني لو تطوع الإنسان قبل القضاء، عليه قضاء تطوع قبل القضاء، ما حكمه؟ لا بأس بذلك، لأن القضاء موسع إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا عدد الأيام التي عليه، فإنه يتعين عليه القضاء قبل دخول رمضان الثاني، أما قبل ذلك فله أن يؤخر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها يكون عليها القضاء فتؤخره إلى أن لا يبقى على رمضان الجديد إلا عدد الأيام التي عليها، تصومه من شعبان، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، من استدل أو ما دليل قول من قال بوجوب القضاء على من أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني دخل عليه؟ القضاء واجب، دخل رمضان الجديد أو ما دخل القضاء واجب، لكن إذا أخره إلى رمضان الجديد من غير عذر فعليه القضاء وعليه الإطعام عن التأخير، لأنه أخر من غير عذر فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم الشخص الذي استمر معه المرض الشيخ صالح ثم توفي، هل يصوم عنه الأولاد؟ لا، إذا كان أنه أصابه مرض وأفطر من أجله واستمر معه المرض إلى أن مات فليس عليه قضاء. نعم أخيرا الشيخ، لو كان على الإنسان شهر كامل وله يعني مجموعة من الأولاد 20 أو 15، يقسم بينهم، صام كل واحد يومين مثلا؟ لا بأس بذلك، ما لم يشترط التتابع في الكفارة لا بد أن يكون نيابتهم متتابعة، أما في رمضان فلا بأس أن يتعدد من يقضي عن الميت. نعم شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث المباركة من كتاب المنتقى، شرح أحاديث الصيام. لكم التحية من زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.